ماشي الناس زايده. نستريح هنا شويه وبعدين نطلع على اوضتك. شكرا. هروح اعمل لك كوبايه ليمون. كتر خيرك يا شامبو. والله يا شرف منوره، انا والله ما كنت عارفه انام بالليل من غيرك. عندي حكايات قد كده عايزه احكيها لك بجد، وانا مش عارفه لما تتجوزي برضه هنعمل ايه من غيرك. ايه تتجوز دي؟ واحده لسه شايله الاعور تجيب لها اعور منه؟ وبعدين الجواز ده عامل زي الحرق، يخف ويسيب علامه. شوفي شوفي وانا بقولكوا حرقتي ازاي. وبعدين هي لو اتحرقت، قصدي لو اتجوزت، هتعيش معانا هنا. وفرضي عريسها ما وافقش انها تعيش معانا في البيت. عريس مين ده اللي ما يوافقش؟ الاقامه عندنا هنا اجبار مش اختيار. واي عريس هيجي لكم لا قدر الله يعني لازم يعتبر نفسه اسير حرب، ملوش عندنا غير الاكل والشرب بس. وافي اهلا وسهلا، ما وافقش خليكوا قاعدين في حد مكره هنا كده كده. الحمد لله على السلامه يا شارع. ماما اه اي آه.